خليها على نار قويه على اساس شنو يخف مايها وتروب تثقل. ابيها مروبه على نار قويه ابو ربع ساعه، بعدين اخف النار كلش ريحه نار. موضوعنا هني حق اللي يقول لي ابو يعقوب راس الربيان انقطع، تقطع صح الصغير بس الجامبو ما ينقط. شوفه متروس لحم ولذيذ، لذيذ بشكل خيال. شوفها هذا طبعا نواخذ الاولين تبي الفوائد العظيمه، والجمه هني موجوده بالراس. طبعا انا قبل التصوير شفطت هني يصير بيض الربيان. تبي الفائده والقوه والجمه ويا ابو يعقوب ما تحتار، يقول نقط الراس الربيان الجمه ما تقطه حبيب قلبي. شوف كميه اللحم وهني الحبول، هني حبول بيض السمك، بعدين ينزل على الريل ويفقش وتبدي الحياه من جد وجديد. فاذا اكلت الراس انت تعرف تاكل حبيب قلبي. وربي يسعد الجميع وذكروا الله عشان نستمر يا حلوين. وعشر دقائق بس تثقل المايه تروب وبعدين ان شاء الله ننشب.